صباح الخير، موجز الأخبار من قناة الشروق، مرحبا بكم. عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى البلاد ظهر أمس بعد زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، شارك خلالها في أعمال القمة الصينية العربية التي استضافتها الرياض نهاية الأسبوع المنصرم. وكان في استقباله بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو بكر حجر وعدد من المسؤولين بالدولة. وأوضح وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق في تصريح صحفي أن القمة خرجت بثلاث وثائق مهمة شملت مشروع إعلان الرياض ومشروع وثيقة الخطوط العريضة للتعاون بين الصين والدول العربية، والتي حدد من خلالها الرئيس الصيني ثمان مجالات ينبغي الإسراع في تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة، بجانب الوثيقة الثالثة المعنية بتعميق الشراكة الاقتصادية الصينية العربية. وأبان علي الصادق أن البرهان عقد لقاءات مهمة على هامش قمة الرياض، شملت القمة لقاءه بالرئيس الصيني الذي بعث الروح في علاقات البلد لتحقيق المصالح المشتركة، ولقائه مع ولي العهد السعودي والذي أكد من خلاله ولي العهد استعداد المملكة لدعم السودان عبر استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات، إلى جانب لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تناول العلاقات الممتدة بين البلدين ومشروعات الربط الكهربائي والسكة الحديد والطرق والمنافذ. طالب نائب حاكم إقليم دارفور محمد عيسى عليو بسن قوانين رادعة ضد كل منتهك لحقوق المرأة، ودعا لدى مخاطبة الاحتفال الذي نظمته حكومة إقليم دارفور بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إلى ضرورة توقف الممارسات الخاطئة، مؤكدا أن حكومة إقليم دارفور تعطي المرأة أولوية كاملة لنيل حقوقها وتفعيل دورها الرائد في المجتمع. وقعت هيئة الموانئ البحرية بورت سودان على عقد مشروع إنشاء الرصيف الثاني بميناء الخير المتخصص في مناولة المشتقات البترولية ببورت سودان مع الشركة الهندية المنفذة للمشروع. وأوضح مدير الإدارة العامة للمشروعات بالهيئة أن المشروع يعد إضافة حقيقية لمعدلات التشغيل في مجال مناولة المشتقات البترولية، وأبان أن فترة التنفيذ تبدأ بعد مضي 90 يوما من تاريخ توقيع العقد وتستغرق 18 شهرا. بذلت حكومة ولاية النيل الأبيض بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية الاتحادية جهودا ضخمة لحماية المدن والقرى من فيضان النيل الأبيض وارتفاع مناسيب المياه فوق المعدلات الطبيعية. وقال مدير إدارة البنى التحتية والمرافق العامة مقرر اللجنة الفنية للطوارئ بالولاية الطيب محمد الحسن، قال إن هنالك تداخلات كبيرة تمت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع إدارة جسور النيل بوزارة الري الاتحادية لإقامة التروس والسدود الواقية بمناطق الهشاشة. وأضاف أن لجنة الطوارئ ظلت في حالة متابعة مستمرة لمناسيب النيل للقيام بالتداخلات الفنية والهندسية العاجلة. أما في مونديال قطر 2022، قاد المنتخب المغربي مساء أمس الآمال العربية والإفريقية العريضة لمربع الذهب، وذلك بعد سحقه للبرتغال برأسية النصيرية التي انتهت عليها نتيجة المباراة 1-0، ليضع المنتخب المغربي بذلك نقطة الوداع الأخيرة لكريستيانو رونالدو وزملائه لفيفا قطر هذا الموسم. ويتأهب أسود الأطلس لمنازلة فرنسا التي دكت حصون المملكة البريطانية بهدفين مقابل هدف واحد. وبفوز المنتخب المغربي يكون نهاية الموجز. شكرا لتفضلكم بالمتابعة.